مساء بالتوقيت الفرنسي. مساءكم بالخير مستمعنا الكرام، ومرحبا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار من إذاعة موسيقى الدولية في باريس. تواصل قوة النظام السوري وحادثة روسية غاراتها الجوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، واليوم قتل 11 مدنيا على الأقل من بينهم طفلان في غارات جوية نصبت لقوات النظام السوري على سوق في معرة النعمان في محافظة إدلب حسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. الانقضاض على هذه الفرصة مثل ما حدث من المملكة المتحدة، بريطانيا التي اقترحت على تركيا أن تحل محل ألمانيا التي علقت مبيعات الأسلحة إلى تركيا وتقوم هي بمد تركيا بالأسلحة. أولا في البداية أريد التعليق على فكرة أن مثلا سماح ألمانيا للحكومة الأمامية لمباهرة حزب العمال الكردستاني في المدينة الألمانية قبل عدة أيام.